النهارده كان في مباراه الاهلي والنادي المصري، والاهلي فاز على المصري بهدفين دون رد. طبعا الاداء ما كانش هو الاداء في مباراه الاتحاد، لان المنافس مختلف. مصري مع كابتن حسام حسن هتلاقي فيه انياب وفيه شراسه وفيه وفيه وفيه. الاول بس قبل ما اقول لكم سيناريوهات الفريق اللي هيفوز بالدوري، في سيناريوهات خلاص نقدر نقولها دلوقتي، لان باقي اربع مباريات سواء للزمالك وبيراميدز وخمس مباريات للنادي الاهلي بعد المباراه المؤجله مع الاسماعيلي. هقول لكم سيناريوهات، لكن اخد كابتن توفيق السيد حكمنا الدوري اللي دايما بيشرفنا وينورنا، لان كان في بعض الجدل في هدف النادي المصري. الناس بتقول الحامل رايه كان رافع الرايه، الفار ما عدهاش، هل الفار اتكلم مع البنا؟ كل ده هنشوفه مع حكمنا الدوري كابتن توفيق السيد. اهلا بيك كابتن مهيب يا حبيبي، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين، وربنا يخليك يا فندم. يعني تحياتنا كابتن، ودايما يعني ارائك ما شاء الله متوازنه وكفاءه عاليه جدا. كابتن توفيق، حاله هدف المصري يا ريت تشرحها لنا وتقول لنا الحكم حسبها ايه. طيب هو لو تسمح لي بس هاخد الحاله الاولى اللي هي ركله الجزاء، اللي طبعا لان هي برضو طبعا هنروح لها ركله الجزاء طبعا. طبعا خلينا نتفق على ان ركله الجزاء كان محمود البنا قريب جدا من اللعبه، يمكن اشار بايده، وانا قلت لمحمود قبل كده هو من الحكام المحترمين، الحكام الكبار الحقيقه، اللي انا على المستوى الشخصي والمستوى المهني كمان هو اكثر من رائع. اكيد فبلاش اشارات بايدك، لان هو ادى انطباع ان اللعبه ما فيهاش حاجه، لكن بعد ما جاله عبر كوميونيكيشن استدعاء من حكم الفيديو طارق مجدي اللي انا بحييه النهارده، كان عنده يعني دقه كبيره جدا، هنلاقي ان في اعاقه واضحه تماما من قدم كريم العراقي مدافع النادي المصري برجله بقدمه اليسرى، في اعاقه واضحه لمهاجم النادي حسام حسن. الحقيقه ركله جزاء صحيح وركله الجزاء موجود. هنيجي للعبه الاكثر جدلا. بس خلي بالك ان البنا ما ادهاش ضربه جزاء، الفار هو اللي ادها ضربه جزاء. انا قلت لحضرتك، قلت لحضرتك ان اللعبه دي محمود البنا اشار يمكن بايده ان مفيش حاجه، وقلت لحضرتك ان انا يعني مش عايزه يشيل بايده. هي كانت لعبه في الهواء برضه، خلي بالك، وبالكعب. هي لعبه هي لعبه صعبه، لان هو ما يمسكش التلامس الحقيقه، لكن هو انا مش عايزه بس يشاور بايده سواء فيه او ما فيش، ما يديش ايماءات. يعني انت معنى انك انت بتدي اشاره كابتن مهيب ان في او ما فيش، ان انت اقريت ان هي ما فيش. بالظبط، برافو عليك، بالظبط كده، بالظبط كده، تمام. فبالتالي نرجع للعبه زي ما قلت لحضرتك، لعبه الهدف، خلينا نتفق على انها لعبه من الالعاب الصعبه جدا جدا جدا. ولو حضرتك فاكر المداخله اللي انا عملتها، تشرفت ان انا عملتها مع حضرتك في مباراه الاهلي وفاركو، قلت لحضرتك جمله كده مهمه جدا، قلت لك لو هناك قرار صعب على حكم المباراه او على حكم الفار، على حكم لازم يمشي مع قرار المساعد حتما. أيوة. ولزاما يمشي مع قرار المساعد. اللعبه دي من الالعاب الصعبه جدا جدا جدا. ولكن عايز اشير لشيء مهم جدا، ان سمير جمال هو من افضل المساعدين في الدوري المصري، حقيقه من افضل المساعدين. سمير حكم موهوب، مساعد موهوب. الحقيقه اللعبه صعبه جدا جدا وفي توقيت صعب جدا جدا، ولكن في النهايه كان قرار سمير اكثر من رائع وقراره صحيح 100%. شجاع. طبعا. مهم جدا ان الحكم يكون شجاع، بس يكون شجاع على حق. طبعا. الحمد لله سمير على حق. طبعا. اتخذ قرار مناسب، قرار صحيح. ايه بقى؟ احمر ابيض ازرق، ما عندوش ادنى مشكله. ايه القرار بقى؟ القرار صحيح 100%، في وجود تسلل. تسلل. طبعا. انت عارف اصل كان نقل برضو الكرة دي كان زاويه بعيده شويه. احنا اتبعتت لنا اللعبه من بعض المواقع بشكل يعني يمكن كبرناها، ده قعدنا نص ساعه نشوف. ايوه. حتى طلعت قبل حضرتك طبعا، طلعت في احد البرامج وقلت اللعبه ان اللعبه صعبه، لكن انا برضو في النهايه مشيت مع قرار المساعد. لكن اجزم تماما دلوقتي، لوجود تسلل مظبوط وقرار سمير جمال قرار صحيح 100%. اذا الهدف غير صحيح. بالظبط كده. بشكرك كابتن توفيق، والتوفيق ليك ان شاء الله باذن الله.